بعد انتهائهم من يوم عمل طويل، يجتمع محبو الواقع الافتراضي المعزز في أحد مختبرات سان فرانسيسكو بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات الخاصة بجهاز أوكيولوس ريفت. هذه الخوذة التي تجعل المستخدم يبدو وكأنه آت من عالم الفضاء لم تطرح في الأسواق بعد، بل جرى طرح نسخة خاصة بالمطورين بهدف إنشاء تطبيقات وألعاب فيديو خاصة بها. شركة فيسبوك استحوذت قبل أشهر على أوكيولوس في آر مقابل ملياري دولار، رقم ضخم يتوقع للخوذة أن تحققه من خلال استخداماتها المتعددة. عندما استحوذت فيسبوك على أوكيولوس بدأت الاستثمارات بالتدفق على الشركة وتم تطوير الجهاز بشكل كبير. العلماء وجدوا في تكنولوجيا أوكيولوس ريفت أداة متطورة لمقاربة الكثير من المجالات، وهنا مطوران ابتكرا لعبة فيديو تسمح بعلاج مرض العين الكسولة أو الغمش. من خلال جهاز أوكيولوس ريفت يمكننا التحكم بدقة الصورة التي يتم إرسالها إلى كل عين على حدة، وهذا ما يساعدنا على إيجاد العلاج المناسب لبعض أمراض ضعف النظر. كما أثبتت الدراسات أهمية خوذة الواقع الافتراضي المعزز أوكيولوس ريفت في معالجة اضطرابات ما بعد الصدمة. ومن عالم الطب إلى عالم السيارات، إذ تستفيد شركة فورد من هذه التقنية بهدف إطلاع مهندسيها على السيارة بشكلها النهائي من الداخل والخارج قبل البدء بتصنيعها. استخدامات أوكيولوس ريفت وصلت الفضاء، فنازا تستخدم الخوذة إلى جانب مستشعر كينكت بهدف التحكم من بعد بالروبوتات المستقبلية، فضلا عن إتاحتها فرصة استكشاف الكواكب بواسطة الخوذة. وعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها أوكيولوس ريفت، فهناك أجهزة أخرى مماثلة منافسة لها، لعل أبرزها خوذة بروجكت مورفيوس من سوني التي تقتصر استخداماتها على عالم ألعاب الفيديو. سامسونج من جهتها طرحت مطلع الشهر الحالي خوذة جير في آر التي تعمل كجهاز مساند لهاتف جالاكسي نوت 4 وتسمح بمشاهدة الأفلام وممارسة ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد. أما شركة جوجل فدخلت هذا العالم عبر تطبيق خاص وكاردبورد من الكرتون يمكن صنعها يدوياً وتكلف بضعة دولارات. وهكذا يبدو أنها مسألة وقت قبل أن تصبح تكنولوجيا الواقع الافتراضي المعزز في متناول الجميع.